بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نصلي على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء، والمسك من عرق النبي تنسما، فحديثه يبري القلوب من العمى، وكلامه يروي العروق من الظما، فصلوا عليه وسلموا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس قراءة وشرح كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. ونستأنف قراءتنا وشرحنا لقوله في فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: في النون الساكنة والتنوين والغنة. النون الساكنة والتنوين يجريان في الكلام والقرآن على ستة أقسام. الأول أنهما يظهران إذا لقيهما حرف من حروف الحلق في كلمتين، وكذلك النون تظهر مع حروف الحلق في كلمة، وذلك نحو من هاد، من علق، من غفور، عفو غفور، أنعمت، والمنخنقة وشبهه، وذلك إجماع من القراء. وعلة ذلك أن النون الساكنة والتنوين بعد مخرجهما من الحلق فلم يحسن الإدغام، لأن الإدغام إنما يحسن مع تقارب المخارج، فلما تباعدت مخارجهما لم يكن بد من الإظهار الذي هو الأصل، وإنما يخرج عن الأصل لعلة تقارب المخارج، فإذا عدم ذلك رجع إلى الأصل وهو الإظهار، والإدغام في هذا يعده القراء لحنا لبعد جوازه. كلام الشيخ رحمه الله تعالى: النون الساكنة والتنوين يجريان في الكلام والقرآن على ستة أقسام. يجريان في القرآن هذا مفهوم ومعلوم، أما أن يدخل الكلام في هذه الأحكام الستة التي سيسردها فيما بعد، وهي الخاصة بأحكام النون الساكنة والتنوين، فهل مقصده من جريان هذه الأحكام في الكلام أي في اللغة، يقصد هنا الكلام أي اللغة غير القرآن، يعني كلام الناس، الشعر، الخطب، الحديث، هل يقصد أن هذه الأحكام تجري في الكلام كما تجري في القرآن؟ إذا كان هذا المقصد فهو بعيد كل البعد، لأن الأحكام الخاصة بالنون الساكنة والتنوين هي أحكام خاصة بالترتيل، وهي داخلة تحت قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فلو أنك مثلا جئت في القرآن في قوله عز وجل: من هاد، من هاد، هنا يجب أن تظهر النون إظهارا حقيقيا، وسنتعرض الآن للإظهار الحقيقي والإظهار الشفوي، على الرغم من أنه لم يطلق هذه المصطلحات، وإنما فقط ذكر الحروف التي تعقب النون الساكنة والإيه والتنوين. لو أنك في كلامك العادي قلت من هاد، هل بذلك قد تكون قد لحنت لغة؟ فهل تكون قد لحنت لغة حينما تقول مثلا من هاد وأنت تتحدث كلاما عاديا وليس قرآنا، وليس إيه قرآنا، هل تكون بذلك قد لحنت في اللغة؟ اللغة بنت الاستعمال، هل هذا يعد لحنا في اللغة؟ أنك إذا أخفيت المظهر
أو أظهرت المخفي في سائر كلام العرب، هل تكون بذلك قد لحنت لغة؟ لا. شوف آخر كلام الشيخ، اقرأ. قال والإدغام إيه؟ يعده من لحنا؟ يعده القراء لحنا لعدم إيه؟ جوازه، لعدم جوازه. طبعا في سائر كلام العرب في نحو من هذا إلى غير ذلك، الأصل فيه أن ينطق بالإظهار، أن ينطق بالإيه؟ بالإظهار، لأن مفهوم اللحن، مفهوم اللحن في كلام العرب يختلف عن مفهوم اللحن في الأداء القرآني. فاللحن في كلام العرب هو كل ما يصطدم مع القاعدة الثابتة يعد لحن، بينما اللحن في القرآن قسموه إلى لحن خفي ولحن إيه؟ جلي، وجعلوا اللحن الجلي كل ما ينعكس على تغيير المعنى فهو لحن جلي، وقد أجمعوا على حرمته إذا كان متعمدا. أما اللحن الخفي فهو الذي يكون في الأداء دون انعكاس عن المعنى على المعنى. بمعنى لو أنك الآن تقرأ برواية ورش عن نافع، وقلت أنت قلت سأقرأ برواية ورش عن نافع، الأصل أن تقول والضحى والليل إذا سجى، هكذا. فلو أنك قلت والضحى والليل إذا سجى، أنت بذلك قد تكون قد لحنت لحنا خفيا، وإن صادف هذا اللحن رواية عاصم، قراءة عاصم، قراءة إيه؟ لكنه لا يؤدي إلى تغيير في المعنى، لكنه لا يؤدي إلى تغيير في المعنى، فيسمونه لحنا خفيا. فأنت إذا هنا أظهر أخفيت المظهر في نحو من هذا، هذا يعد عند القراء لحنا خفي ولا لحن جلي؟ لا خفي، لأنه لم يؤدي له. ما احنا قلنا إن الضابط بين اللحن الخفي واللحن الجلي عند القراء مرتبط بالمعنى، فكل لحن أدى إلى تغيير معنى فهو لحن جلي، كما روي في 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 القصة المعروفة حينما أراد يعني أرادوا تنقيط المصحف لشيوع اللحن. طبعا تروى عن الحجاج وتروى عن زياد بن أبيه. المهم أنه تعمد من قارئ أن يلحن لحنا جليا فاحشا في سمع أبي الأسود الدؤلي حينما قرأ قول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين إلى قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ها؟ وقال أم نطق وقال إيه؟ ورسوله. هذا لحن جلي فاحش، لأنه أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 براءة الله، يعني جمع بين رسول الله والمشركين في براءة الله منهما. لذلك هنا الضابط هنا، إذن حينما قال الشيخ يجريان في الكلام والقرآن، والقرآن يجريان في الكلام والقرآن، أنا أعد أن مقصد الشيخ هنا أن النون الساكنة والتنوين في باعتبار الحروف السابقة أو اللاحقة الحروف اللاحقة لهما تجريان في اللغة والقرآن على سمت واحد، يعني هذه النون الساكنة أو التنوين لا يتبعها إلا واحد من هذه الايه الأقسام الست، لكن الأداء خاص بالقرآن وليس لذلك. لذلك في لغط كبير جدا، هل الأحكام الأدائية وحي من الله وتوقيف أم أنها اجتهاد؟ لا، هي وحي من الله وتوقيف، وحي من الله ايه وتوقيف. هنا قال أو الشيخ يعلل للإظهار،
إظهار النون الساكنة والتنوين عند الحروف عند حروف الايه؟ الحلق. ونلحظ أن الشيخ لم ينص على حروف الايه؟ الحلق. إيه هي حروف الحلق؟ هي ستة بإجماع القدماء. ستة بإجماع الايه؟ القدماء: همز فهاء، ثم عين حاء، ثم غين ايه؟ خاء. إذن هنا لكن قال في كلمتين: وكذلك النون تظهر مع حروف الحلق في كلمة. شوف كلام الشيخ كلام دقيق، أي أن النون الساكنة والتنوين تقع في كلمتين، لكن النون الساكنة لا تكون إلا تكون في كلمة وكلمتين، أما التنوين أبدا لا يكون في كلمتين، لأن التنوين لاحق. لذلك لما عرفوا التنوين قالوا: نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا وتفارقه خطا ووقفا، فهي من اللواحق. التنوين من الايه؟ من اللواحق. أما النون فقد تأتي حرف مبنى داخل الكلمة، وقد تأتي في آخر الايه؟ في آخر الكلمة. لذلك النون الساكنة تقع في كلمة وفي كلمتين، أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين، إلا في إيه؟ في كلمتين. علة الإظهار التي ذكرها الشيخ: لماذا هنا وجب الإظهار؟ وجب الإيه؟ إظهار. إظهار ماذا؟ إظهار الغنة أو النون كاملة والتنوين كاملا. الكلام هنا غير متعلق، ليه؟ لأن أحيانا تخفى النون وتظهر غنتها كما سيأتي. هنا يقصد إظهار النون كاملة بكامل صفاتها وبكامل غنتها. العلة في ذلك هو بعد المخرج. ليه؟ لأن الحروف الحلقية تخرج من الحلق، بينما النون الساكنة والتنوين يخرجان من الإيه؟ من الخيشوم. ففي بعد كبير جدا في المخرج، ولذلك صعب الإضغام، بل قد استحال، بل إيه؟ بل قد استحال الإضغام. فالعلة في الإظهار هنا أو وجوب الإظهار هو بعد المخرج، بعد الإيه؟ المخرج. وهذا ما أكد عليه الشيخ من أن الإضغام، الإضغام بأي شكل الأشكال، لأن على فكرة الإخفاء هو صورة من صور الإضغام، الإخفاء هو صورة من صور الإيه؟ الإضغام، لكنه إيه؟ بيسموه إضغام جزئي أو إضغام ناقص. ها؟ ليه؟ لأن يبقي على شيء ويظهر إيه؟ شيئا. فهنا يقول أن الإضغام بكل سوره لا يجوز في هذه الحالة على الإطلاق، وأن من تعمد الإضغام بأي سورة من صوره فإنه بذلك قد لحن، بل على أرجح الآراء تبطل صلاته إن كان متعمدا، إن كان إيه؟ متعمدا. أما الإنسان اللي هو يجهل بالحكم فكما قالوا: الجهل بالحكم يسقط الحكم، الجهل بالحكم يسقط الإيه؟ الحكم. يستخدم. نعم نعم. لا هو يجري في الكلام، لذلك مقصده بأنه يجري في الكلام، أي أنه يأتي في كلام العرب وفي القرآن على هذه الصور. أما الأحكام فلكل إيه؟ فلكل الأحكام. قال رحمه الله: الثاني أن النون الساكنة والتنوين يدغمان بذهاب الغنة في الإدغام إذا لقيتها راء أو لام مشددان، وذلك من كلمتين. وعلة الإدغام هو قرب مخرج اللام والراء من مخرج النون، لأنهن من حروف طرف اللسان، فحسن الإدغام في ذلك لتقارب المخارج. وزاده قوة أن التنوين وأن النون والتنوين إذا أدغما في الراء نقل إلى الراء، وهي أقوى منهما، فكان في الإدغام قوة للحرف الأول. وأيضا فإن لام التعريف تدغم فيهن، ولما كان حق الإدغام دخول الحرف الأول في لفظ الثاني بكليته أدغمت الغنة التي في النون والتنوين معهما.
في الراء واللام ولم يبقي للغنة لفظ، وكمل بذلك التشديد، وأجاز النحويون إظهار الغنة مع اللام خاصة، والذي أجمع عليه القراء إدغام الغنة مع الراء واللام، وذلك نحو قوله تعالى: من لدنه ومن ربهم، وذلك إجماع من القراء. والإظهار في مثل هذا يعده القراء لحنا لبعده من الجواز، وقد أتت به روايات شاذة غير معمول بها. يقول في الحاشية: ذكر ابن الجزر رحمه الله طرقا عن البزي وعن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام على ما رواه الهذلي في الكامل وعن أبي جعفر. يكمل رحمه الله ويقول: ولو وقعت النون الساكنة. يعني هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن الإدغام الكامل. الإدغام الإيه؟ الكامل. يقول: النون الساكنة والتنوين يدغمان بذهاب الغنة. بذهاب الغنة يسمون هذا في الكلام قيدا. حينما قال هنا بذهاب الغنة، أي يقصد فناء الحرف بكل صفاته، فناء كاملا. مع إيه؟ أن الغنة في الإدغام إذا لقيتما الراء أو لا، الراء أو ليه؟ إلا إحنا نعرف أن الإدغام يرملون صح، وأسموه إلى إدغام بغنة وإدغام بإيه؟ بلا غنة. فيقول هنا حتى نؤكد على كلام جرائمه في الكلام والقرآن، ركزوا معايا. قال إيه؟ قال إن إجماع القراء على إدغام اللام والراء في النون، إدغام النون والتنوين في اللام والراء إدغاما كاملا. إذا كلامه إجماع مين؟ القراء. شكل من لدن ومن ربهم، حلو كده؟ لكنه يقول إن عند النحويين يجوز إظهار الغنة مع اللام من لدن، دي شواذ من الطرق الشاذة، أي التي لا يصلى ولا يتعبد بها. ولذلك هنا هذا ما يؤكد أن صور النون الساكنة والتنوين في كلام العرب ليست كما هي في الإيه؟ في القرآن. النحويون يجيزون إدغام النون في اللام بغنة وبغيره، بينما القراء أجمعوا على أن النون تدغم في اللام دون إيه؟ دون غنة. حتى يعني يكون كلام الشيخ احنا فهمناه. يبقى حينما يقصد بأنه يجري في الكلام أن يأتي على هذه الصورة في الكلام، أما الأداء ففيه خلاف بين اللغة والإيه؟ والقرآن، ففيه خلاف بين اللغة، وهذا سيظهر بشكل أكبر فيما إيه؟ فيما يستقبل. لا، هناك فرق بين الاحتجاج للقراءة من العربية والأداء بها. لقراءة الشاذة لا حجة في العربية، لا هذا لا يمنع من ذاك. قراءة الشاذة لها وجه في العربية، لكن العبرة نحن معنيون بما يقرأ به وبما لا يقرأ، بما يقرأ به. واللغة أوسع، اللغة إيه؟ أوسع، لأنها تحتوي على لهجات متعددة ويعني متباينة، بل ومتضادة في بعض الأحيان في بعض الطرق الأداء. لكننا هنا معنيون بما ثبتت قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا علة الإدغام القرب، كما كانت علة الإظهار في القسم الأول بعد المخرج، هنا علة الإدغام الإيه؟ قرب المخرج. قرب الإيه؟ المخرج. قال: ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة، بخلاف وقوعها قبلهما في كلمتين. وعلة ذلك أنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف. ألا ترى أنك لو بنيت مثال فنعل من علم لقلت عن لم بنون ظاهرة، ولو أدغمت لقلت علم
فيلتبس بفعل فلا يدرى هل هو فنعل أو فعل. وكذلك لو بنيت مثال فنعل من شرك لقلت شنرك بنون ظاهرة، ولو أدغمت لقلت شرك. فيلتبس بفعل فلا يدرى هل هو فعل أو فنعل، وهذا المثال لم يقرأ به في القرآن. شفت هنا بقى يدخل ده الكلام ده عند الشيخ تحت اللي هو بيسموه فقه التصور والفرد. يعني هذا يعني لم يقع في القرآن أبدا اجتماع النون واللام أو النون والراء في كلمة واحدة أبدا، لكنه يفترض أن ذلك لو وقع في اللغة أو القرآن فلا بد هنا من الإظهار. لا، طب ما احنا لما بيبقى في كلمتين النون ساكنه وراها لام او النون ساكنه اتى بعدها لام ندغم قولا واحدا، صح كده؟ طب ايه الفرق؟ ما الفرق بين ان تكون النون الساكنه والراء او اللام في كلمتين وان تجتمعان في كلمه واحده، حتى انه اضطر الى صياغه مثال. يقول لك فلو أنك أردت أن تشتق من علم على وزن فنعم تقول علم. علم ليست موجودة في اللغة، هي ليست موجودة في اللغة فضلا عن عدم وجودها في القرآن، لكنه هنا يغلق لك دائرة التصور التي في ذهنك. يعني كأنه افترض أن أحدا سأله طب لو أنهما وقع في كلمته كان يمكن أن يجيب عليه ويقول لم يرد هذا لا في اللغة ولا في القرآن، ولكن علماءنا يعلموننا الإقناع بالإمتاع، مش الإقناع بس، ها؟ فرق أن تكون مقنعا وأن تكون مقنعا وممتعا في إقناعك، هذا فرق شاسع. فهنا الشيخ ما يقولكش هذا لم يأتي في اللغة، ولكنه يفترض أنه لو أتى فإنه يجب فيه الإظهار. لماذا؟ قال لك إن لتداخل الصيغ. فأنت لو قلت علم وأدغمت اللام في النون هتقول إيه؟ علم، يبقى التبست علم بمعنى علم، فحصل تداخل إيه؟ دخلنا صيغة، يعني قلبناها من صيغة إلى صيغة إيه؟ مختلفة. فبقيت علم على وزن فنعل، صح كده؟ لكن علم على وزن ايه؟ فعل. يبقى حصل تحول في الصيغه، حصل تحولا في الايه؟ في الصيغه. وانما الادغام والاظهار مبني على بقاء الصيغه على ما هي عليه. بقاء الصيغه على ما هي ايه؟ عليه. لان دي من الظواهر الصوتيه التي لا انعكاس لها على المعنى. فانا لما اقرا من لدن، ها؟ هل معنى من لدن متغير عن معنى من لدن ولا المعنى واحد؟ فهي دي بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموها ظواهر صوتيه لا تنعكس على المعنى. المعنى علم لو انا في الغلطه. لا ده شغل مصاطب. انما هنا احنا بنتكلم كقوانين لغه، ما فيش اي فرق في المعنى. زي اخواننا كده بيقول لك يعني السكت والنقل وتحقيق الهمزه في الارض مثلا، اقول الارض، هل معنى الارض اختلف؟ الاداء هو الذي اختلف. كعامي في حرف سرق منه، هو مكتوب بس مش مكتوب. علم انا بقول رايي. لا ماشي، ما قلتش حاجه، بقول براحتك. فهو هنا كأن هنا الإضغار، فلما يؤدي الإضغار أو الإظهار إلى تحول في المعنى وانتقال الصيغة من صيغة أخرى مختلفة عنها، هنا بطل. هنا إيه؟ عرفنا بقى الشيخ كان ممكن يقول لك لا ما وردش في اللغة، كان ممكن يقول لك إيه؟ ولم يرد لا في اللغة ولا في القرآن اجتماع النون الساكنة مع اللام والراء في كلمة واحدة. اخترع اللغة ها؟ اخترع اللغة
رد عليها بسهل. نعم نعم. قال رحمه الله: الثالث أن النون الساكنة والتنوين يلغمان في الميم وتبقى الغنة غير مدغمة خارجة من القياشين، فينقص حينئذ التشديد نحو قوله تعالى: من نور ومما. والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول، لأنك إذا أدغمت من حرفين فيهما غنة وذلك الميم والنون فبالإدغام تلزم الغنة لأنها باقية غير مدغمة، وبالإظهار أيضا تلزم الغنة لأن الأول حرف تلزمه الغنة ومثله الثاني، فالغنة لا بد منها ظاهرة أدغمت أو لم تدغم. وعلة إدغامها في النون هو اجتماع مثلين الأول ساكن ولا يجوز إظهار البتة، كما لا يجوز في قوله تعالى: فلا يسرف في القتل واجعل لنا وشبهه إلا الإدغام. فأما علة إدغامها في الميم فلمشاركتهن في الغنة ولتقاربهن في المخرج للغنة التي فيهن، لأن مخرج النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة من الخياشيم، فقد تشاركن في مخرج الغنة فحسن الإدغام، مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها، فقد تشاركن في الجهر والشدة، فهما في القوة سواء، في كل واحد جهر وشدة وغنة، فحسن الإدغام وقوي، وبقيت الغنة ظاهرة لئلا يذهب الحرف بكليته، ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت غنتين، غنة كانت في الأول وغنة في الثاني إذا سكن. وأيضا فإنه لا يمكن البتة زوال الغنة، لأنك لا بد لك في الإدغام من أن تبدل من الأول مثل الثاني، وذلك لا بد فيه من الغنة، لأن الأول فيه غنة والثاني إذا سكن فيه غنة، فحيثما حاولت مذهبا لزمتك الغنة ظاهرة، فلم يكن بد من إظهار الغنة في هذا، وهذا كله إجماع من القراء والعرب، ولا يتمكن أبدا في إدغام النون والتنوين في الميم والنون إدغام الغنة إلا بذهاب لفظ الحرفين جميعا إلى غيرهما من الحروف مما لا غنة فيه إذا سكن، وذلك تغيير لم يقع في كلام العرب. انتوا لمحتوا معايا كده بعض الأشياء المهمة جدا. هو هنا لما جه في الثالث بدأ بالحديث عن النون الساكنة والتنوين إذا أتبعتا بالميم، أفردها بكلام وحدها، مع إن إحنا عندنا الإدغام الناقص كم حرف؟ مع أربعة أحرف: الياء والنون والميم والواو، صح كده؟ أو يومي. طيب، وده إدغام ناقص. طب لماذا هنا أفرد الميم بالكلام؟ لأن في نقطة مهمة جدا يريد أن يؤكد عليها الشيخ، هي فكرة الغنة. هل الغنة المتبقية غنة المتقدم أو المتأخر؟ يعني هل الغنة المتبقية غنة النون أو التنوين ولا غنة الميم؟ ها؟ اللي هي المتأخر؟ لا، دي من بعد، دي حكم تاني. وهنا بنتكلم على فين؟ ها؟ مما الغنة اللي ظهر دي حال الإدغام، دي غنة النون ولا غنة الميم؟ ها؟ الشيخ يقول لنا ايه؟ يبقى هنا بيقصد الباقية هي غنة مين؟ النون. لكن الحرف الأول. طب الكلام ده الأول، لا، في بص، النون فيها غنة والميم فيها غنة، صح؟ مش الغنة دي صفة للميم والنون؟ صفة للميم والنون. الكلام هنا إن أنت لما بتعمل إدغام في نحو مما، ها؟ أنت عملت إيه؟ أنت قلبت النون الأولى ميم، صح كده؟ وأدغمتها فين؟ في الميم التانية، كويس كده؟
السؤال بقى، في غنة موجودة حال الإضغام مما موجودة ولا مش موجودة؟ السؤال، الغنة دي هل هي غنة متبقية من النون ولا متبقية من الميم ولا غنة الميم؟ ها؟ طب ماشي، طب لما اقول ومن يفعل الغنة هنا المتبقية من وليه فيها غنة؟ الياء ما فيش فيها غنة. لا، ومن يفعل صح كده؟ إذن هنا قولا واحدا الغنة المتبقية هي غنة النون أو التنوين. ليه؟ قياسا على الياء والواو. الياء والواو صح كده؟ لأن هنا اللبس إنما يطرأ في التقاء النون بالنون، ده ما فيش فيها لبس لأن دي نون ودي نون فمش هيظهر أوي. لكن الشيخ أفرد النون مع الميم، لماذا؟ يمكن أن يقع إيه؟ لبسه. هل الغنة المتبقية غنة النون أو الميم؟ لا، قياسا على الياء والواو قبلا واحدا فالغنة المتبقية غنة إيه؟ النون. لأن لا شك أن الغنة مع الياء ومن يفعل هي غنة من؟ النون. يستحيل أن تكون غنة الياء. من وال هي غنة ماذا؟ النون، ليس غنة الواو. إذن فالغنة المتبقية في الإضغام الناقص هي غنة النون أو التنوين. اسمعي، هي ياء بس في غنى ولا مفيش غنى؟ طعامه بالنون على كلمه انا ودني وسمعني. طب لا، انت قلت الطعامه بالغنى اهو. طعامه بالغنى ايه الحروف اللي فيها غنى؟ هي السبب النون. هي بس فالغنى، الغنى الظاهره في الادغام. انا سمعت ايه؟ لا بس في غنى وشربت بالغنى. انا بشرب. طيب ما الغنى مش طيب سمعت الياه مشربة بالغنة. مشربة بالغنة. مشربة بالغنة. يبقى الغنة دي غنة مين؟ غنة الياه. أنا سمعتها ايه فأقول لا لا لا. هي غنة الياه. طيب هنا الشيخ رحمه الله حينما يعني يتحدث ويقول في عبارة أوقفت مع أن النور مجهورة شديدة والميم مثلها. طبعا اختلف واحد ان مع ان الايه النون مجهوره شديده والميم ايه مثلها. هي النون شديده او الميم شديده؟ اجل قاتل بكى ما ليست من حروف الايه الشد. امال هنا يقصد بالشده هنا ايه؟ ايوه ترتيب احسنت. هنا الشيخ يجنح الى ان حروف العربيه تنقسم من حيث الشده والرخاوه. مفيش وسط، مفيش توسط بين الشده والايه والرخاوه. فالاجماع بين القدماء المحدثين على ان حروف اجد قاتل بكت شديده قولا واحدا، ولكن الخلاف في لين عمر. لين ايه؟ عمر. فهي وسط بين الشدة والإيه؟ ولكنها أقرب إلى الشدة منها إلى الإيه؟ الرخاوة. إذن حكمه عليها بالشدة هنا حكم فيه تجوز. يعني تجوز؟ يعني هو وصفها بما هي أقرب إليه، بما هي أقرب إيه؟ إليه. وأنا شرحت لكم إزاي بنفرق بين الحروف الشديدة والرخوة المتوسطة. إن هنا الفيصل في ممر النطق. الفيصل في ايه؟ اذا التقى العضوان التقاء كاملا ها؟ يبقى دي حروف ايه؟ شديده. ها؟ صح كده؟ هنا العضوان ايه؟ اغلقوا ممر النطق غلقا محكما في منطقه من المناطق. بدليل ان انا قلت لكم يستحيل ان تبقى هكذا فتره طويله. ولكن لابد ها؟ انت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ زفير. ها؟ اقرا.
الهوى عايز يخرج، فمش هتفضل ايه، هتلاقي نفسك في لحظة عايز ايه تفك الاشتباك. عشان كده سماه بالحروف الانفجارية، ها، بما يحدث بعد الغلق من ايه، من الانفجار. انما في الحروف الرخوة ايه اللي بيحصل؟ ممكن تقعد لحد بكرة بالنظام ده، صح؟ لان هنا المسافة او هنا التقاء العضوين، لكن في مسافة تفصل بينهما تسمح بخروج الهواء بأريحية شوية. انما بقى معالين عمر جرب كده بتحس ان اقرب الى الالتصاق منها الى الايه؟ الانفتاح. لذلك هو وصفها بالشدة لانها اقرب منها الى الشديدة، الى الرخوة. وصلت؟ طيب. نعم. في بقى نقطة تانية قال لك فينقص حينئذ التشديد. انا بس اقف عند العبارات اللي هي ايه؟ ايه فينقص حينئذ التشديد؟ طب انا لما اجي انطق ده، حتى لما باجي في المصحف بتلاقي ايه؟ مما ايه اللي حاصل؟ دي رسم المصحف، صح؟ لا، بتلاقي شده على الميم، صح؟ اذا الصوره المرسوم بيها في القران ان هو ايه يا جماعه؟ التشديد الكامل. امال يقول تشديد ناقص ليه؟ فينقص حينئذ التشديد. هو لا يقصد هنا نقص التشديد اللي هو الزمن، لا، ان بدل ما يكون تشديد، لا مش حروف الشده، بدل ما يكون ادغام زي مثلا من ربهم، شوف من ربهم، هنا تقول ايه؟ مما، هنا يعني ينقص التشديد، اي فيه نوع من التراخي والبطء، مش جاي قافش مره واحده. وصلت؟ ايه اللي عمل فيه التراخي والبطء دول؟ الغنة هي اللي ايه؟ خلته بدل ما يكون صك كده قولا واحدا بقى فيه ايه؟ نغم. مما، ها؟ وصلت؟ مين حرف رقيق؟ رقيق؟ حنين، حنين. الغنة، عشان الغنة اللي فيها. يلا يا شباب. قال الرجل أن النون الساكنة والتنوين للرمان في الياء والواو من كلمتين مع إظهار الهنة التي كانت في النون في حال اللفظ بالشدة والمدغم لا في نفس الحرف الأول بخلاف ما ذكرنا قبل هذا الذي تبقى الهنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول. الفرق بينهما أنك إذا أضغمت النون في الميم أبدلت من النون أبدلت من النون وقد كانت فيه غنة وهو الميم، فصارت الغنة لازمة للفظ الحرف الأول. وإذا أدغمت النون في الياء والواو أبدلت من النون حرفا لا غنة فيه، فلم تكن الغنة لازمة للحرف الأول لأنه لا تلزمه الغنة، سكن أو تحرك، فتصير الغنة ظاهرة في حال اللفظ بالمدغم خارجة من الخياشيم. وهذا إجماع من القراء غير خلف عن حمزة. فإذا أدغمت في الياء والواو فإنه أدغم في الياء والواو بغير غنة على أصل الإدغام. وعلة إدغام النون الساكنة في التنوين في الياء والواو وإظهار الغنة هي ما بينهن من التشابه، وذلك أن الغنة التي في النون تشبه المد والميم اللذين في الياء والواو، فحسن الإدغام لذلك. وأيضا فإن الواو من مخرج الميم فأدغمت النون فيها، كما تدغم في الميم لمؤاخاة الميم الواو في المخرج، ولذلك بقيت الغنة ظاهرة كما تبقى في الميم والياء والواو. ولأنه لما كانت الواو تدغم في الياء نحو طيبا وليا جاز إدغام النون الساكنة في الياء كما جاز في الواو، وعلى هذا جماعة القراء، لكن الغنة ظاهرة مع اللفظ بالمشدد،
لا في نفس الحرف الأول، وأنها بين الحرفين المدغمين، فهو إدغام ناقص التشديد لبقاء الغنة ظاهرة فيه، والغنة في جميع هذا كله صوت يخرج من الخياشيم. إن الشيخ رحمه الله أفرد حديثا عن الياء والنون كما أفرد حديثا عن الميم، لكن نلحظ أنه لم يتعرض للنون، لأن هنا ظاهرة نون وراء نون أو نون وراء تنوين، والتنوين أصل هو نون إيه؟ ساكنة، صح كده؟ فهذا كلام ظاهر، فالشيخ لم يعرض عليه لظهوره وبيانه وعدم يعني حاجته إلى إيضاحه. لكنه حينما تحدث عن الياء والواو إذا يعني لقيت النون الساكنة والتنوين، هنا سنجد أمرا مهما، إن هنا اختلف القراء، اختلفوا في إيه؟ ما لم يختلف في الإدغام، وإنما اختلف في إيه؟ هل هو إدغام بغنة أو بغير غنة؟ فجمهور القراء على أنه إدغام بغنة، ومن يفعل ومن وال، صحيح كده؟ ولكن خلف عن حمزة، إذا في السبع طبعا، أظهر أو أدغم إدغاما كاملا، قالوا إيه؟ ومن يفعل ومن وال، قالوا كده؟ مفيش هنا إيه؟ غنة. الشيخ رحمه الله هنا بهذا الوجه المروي عن خلف عن حمزة ماذا يقول؟ يعيد خلافا فيما قلناه سلفا، هل الغنة المتبقية في لحم ما غنة النون أو الميم؟ فإذا قلنا إن الغنة المتبقية للنون، نستدل على ذلك برواية أو قراءة الجمهور في نحو من يفعل ومن وال، والشيخ يقول لا، الغنة المتبقية للحرف الثاني هي الميم، استنادا إلى ومن يفعل ومن وال نافنيت. فلو أن غنة النوم أو التنوين غنة لازمة، غنة لازمة لا تفارقها، لبقيت عند خلف في الياء والايه والواو. هم الشيخ يقول لك كلام مختلف، يقول لك لا، الغنة اساسا هي لا هي للنون ولا هي للميم، وانما هي وسط بينهم، هي وسط ايه؟ ثلاثة، هي وسط ايه بينهم. لكن ما يمكن ان نخرج به من هذا الامر ان الاداء في التقاء الياء او النون والميم والياء والواو بنون الساكنه والتنوين لا يخرج عن حالين، حال مجمع عليه مع النون والميم، وادغام ايه نقص، تمام، وحال مختلف فيه وهو مع الياء والواو، ان يكون ادغاما ناقصا، وهذا هو وهذه قراءه الجمهور، او ان يكون ادغاما كاملا قياسا على اللام والراء، وهذه قراءة خلف عن مين؟ عن حمزة، وهي خلف عن ايه؟ عن حمزة. والكل في ذلك ان العلاقة هنا علاقة تقارب في المخرج، الكل في الايه؟ في المخرج بين النون النون الساكنة والتنوين والياء او النون والميم والياء والايه؟ والواو. كده استاذ علموا الراء علموا الراء علموا الراء كل بيغني فيها ما عدا سخطة، هم الثلاثة الكوفيين وسيدنا شعبة وسيدنا الأزرق عن سيدنا راشد، قياسا على الياء والواو. كل لا قياسا على بيغني في النون والميم. نعم، هم بيغنوا في اللام والراء، كده بيسقط صفة البنة للحرف الأول هذا هو القياس. هذا هو القياس.
كتاب السنة السنة ماشي الكتاب في السنة السنة قال والحرف الذي فيه الغنة إن كان ميما فمن بين الشفتين يخرج وإن كان نونا فمن طرف اللسان وأطراف الثنايا يخرج فحرف الغنة له مخرجان فإذا أدغمته أدغمت ما يخرج من الفم منه وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا فلا يتمكن التشديد مع بقاء الغنة ظاهرة فإن أدغمت حرف الغنة في الراء واللام أدغمت ما يخرج من المخرجين جميعا ولم تبق شيء ولم تبق شيئا فيتمكن التشديد إذ لم تبق من الحرف شيئا ولو وقعت النون قبل الواو والياء في كلمة لم يكون إلا مظهرين لأنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف فتقول الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان بالإظهار وهذا كله إجماع من القراء على ما بينا وعلى هنا بقى الشيخ رحمه الله أفرد كلاما للغنة كصفة الغنة إيه؟ كصفة أن إيه؟ أن والغنة في جميع هذا كله أي فيما مضى صوت يخرج من الخياشيم صوت يخرج من الإيه؟ علشان كده هنا أحيانا في ناس هم بيقرأوا الفاتحة بالذات الغنة بيخرجوها من هنا هنا مع هنا طب قياس ذلك ازاي عايزي اعرف ان انا بنطق الغنة صح ازاي شوف الحمد لله رب العالمين في ناس بتعمل كده صح ده كتير صح الغنة الحمد لله رب العالمين طالما انا قفلت هنا ولسه دي شغاله الغنة شغاله ما انا خرجتها منين اه ولا ايه ده غلط إنما قال لك وغنته مخرجة بإيه؟ خيشوم طب النطق الصح الحمد لله رب العالمين شوف فهنا ده الطريقة اللي أنا أعيش بها أنا بنطق الغنة صح ولا غلط ولذلك يقول لك إيه؟ في ناس لك من قبل كتير جدا انا الى عهد تقريبا من 5 سنين كنت بنطقها كده لحد ما جيت بقى تلقى على ايد الشيخ تم بقى يجيب لي شمال ويمين عشان اتعود على الجديد انما انا كنت اقول ايه من قبل دي حاجات ادائيه خطيره جدا ولذلك هنا لما قال ايه هذه معنى والحرف الذي فيه الغنة هو ايه الحروف اللي فيها الغنة هو اتنين النون والايه والميم ان كان ميما فمن بين الشفتين يخرج اسمع بقى يعني كده في بعض الناس ممكن تقرا الناس يقول لك ايه قال لهم مش كان بيقول لك الغنة من الخياشيم امال قال من بين الشفتين يخرج ايه احنا قلنا قبل كده خلي بالكم من الاحالات الضمير بيعود على ايه الف من بين الشفتين ايه ياخد فعل لو فعل هو مين هو يعود على مين على مين هو هنا بيتكلم على صفة الغنة ويتكلم عن مخرج الميم منين من بين الشفتين في هوا بيطلع الغنة بقى ولذلك هو نشأ خلاف هي الغنة دي صفة ملازمة للنون والميم ولا صفة طارئة ده في خلاف كبير ملازمة يعني معناها انها مع الميم والنون متحركتين او ساكنتين صح كده لكن الآن انها ليست قلناها صفة عارضة أنك إنها لازمة في حال السكون سواء كان السكون عارضا أو سكون إيه؟ غير عارض تمام؟ في تشوهات فالأصل أو الأرجح أن الغنة صفة ملازمة للنون والميم ومعنى أنتم تعرفوا يعني ملازمة؟
ان لما افرط فيها الحرف يتشوه يتم تشبيهه. ليه؟ لانك اتيت به ناقصا. انما صفه التفخيم والترقيق في الغالب هي صفه فارغه، صفه عارضه، بس مش معقول الحروف. ما بقوله في الغالب يعني هي الصادات الكف دي نعم لازمه، لكن في باقي الحروف في احيانا زي الراء مثلا لا احوال ولذلك هي مع الراء التفخيم والترقيق صفات ايه؟ عارضه. انها مع خص ضغط القف دي صفه ايه؟ لازمه. ففي عندنا صفات تكون لازمه قولا واحدا، وصفات تكون عارضه قولا واحدا، وصفات تكون هذا وايه؟ وذاك. قال ايه؟ قال ان هنا وان كان نونا فمن طرفه، يبقى بيتكلم عن المخرج، مخرج الميم ومخرج الايه؟ النون. فمن طرف اللسان واطراف الثنايا يخرج. فحرف الغنة له مخرجان. إلا خبطة بقى ومش قال في الأول إن هما مخرج واحد؟ قال ولا ما قالش؟ ومن رجع لك له إيه؟ مخرجان. حلو كده؟ فحرف الغنة. فإذا أدغمت أدغمت ما يخرج من الفم منه. هو يقصد إيه؟ إن هنا الغنة مصاحبة لمخرجين، مخرج النون مخرج الايه؟ الميم. هذه معنى ايه؟ لهم اي انها لا تظهر الا في هذين الحالين مع هذين الحرفين، الا في هذين الحالين. ولذلك قال فاذا ادغمت ادغمت ما يخرج من الفم منه، حلو، وابقيت ما يخرج من الخياشيم الظاهره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما باجي ادخل الميم او النون انا بدغم ايه؟ المخرج بتاعه اللي بيخرج من الفم، لكن يبقى مخرج الخيشوم اللي هو بيخرج منه يا جماعه الغنه، يبقى كما ايه؟ ده بيشرح اللي هي الديناميكيه الخاصه بالادغام النقص، ان انت لما بتيجي تدغم تدغمه مخرجا في مخرج، لكن تبقى الغنه لانها من مخرج مختلف تبقى ظاهره كما ايه؟ كما هي. فإن أدغمت حرف الغنة في الراء واللام، اسمعوا، أدغمت ما يخرج من المخرجين جميعا. من المخرجين إيه؟ إنه من الفم على نفس القاعدة. ولم تبق شيئا فيتمكن التشتيت. يعني يتمكن؟ يعني يكون مركز بضربة واحدة، التقاء واحد. بينما إيه؟ قال لك إيه؟ إذ لم تبق من الحرف إيه؟ شيئا، ولو وقعت من قبل الواو والياء في كلمة، ده كلام بقى كتير، وده بقى موجود في القرآن، شكل دنيا وبنيان. فالإظهار واجب، ولذلك يسموه الإظهار إيه؟ المطلق. ليه؟ لنفس القاعدة بتاعت عن اللم اللي قالها، إن هيؤدي ذلك إلى الالتباس. لو أنا أدغمت في دنيا أقول إيه؟ دنيا وبنيان، اقول ايه؟ بنيان. فهنا نقلتها من اشتقاق الى اشتقاق ايه؟ اخر، فادى ذلك الى تغير في المعنى وتغير في صوره اللفظ واداء، وبذلك ايه؟ هنا وجب الاظهار، وجب الايه؟ الاظهار. حاجه بس نفس عليها نعم. بالنسبة للإدغام مثلا مع الواو والياء في غنة، نعم، لكن هنا إدغام ناقص مع الميم والواو إدغام كامل، لكن التشديد اللي ناقص. يعني أنا لما أقول من نعمة فده إدغام كامل، نعم، زي ما يفعل، نعم، حتى في المصحف بتبقى مشددة وبتبقى مش مشددة، نعم. يبقى الكمال هنا للإدغام موجود لكن مصاب في التجديد بس. نعم، أحسن. الرأي الثاني يا دكتور هو تبقى الغنة صح، في رأي ثاني مش لازم، في رأي ثاني ما هو على 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 قياس انها لو ملازمة على قراءة موال ومن يفعل دون غنة
يبقى ده دليل على انها ليست ملازمه. موجوده باثر بسيط. موجوده باثر بسيط. سيأتي إن شاء الله. قال حافظ أن النون الساكنة والتنوين ينقلبان ميما إذا لقيتهما باء نحو قوله تعالى أنبوا هنيئا بما كنتم. كذلك النون تأتي بعدها الباء في كلمة النحو أنبئهم وعنبر ولا تشديد في هذا، إنما هو بدل لا إدغام فيه، لكن الغنة التي كانت في النون باقية لأن الحرف الذي أبدلته لأن الحرف الذي أبدلت من النون حرف فيه غنة أيضا وهو الميم الساكنة، فلا بد من إظهار الغنة في البدل كما كانت في المبدل منه. وهذا البدل إجماع من القراء، وعلة بدل النون الساكنة ميما إذا لقيتها باء أن الميم باقية للباء لأنها من مخرجها ومشاركة لها في الجهر، والميم أيضا مؤاخية للنون في الغنة في الجهر. فلما وقعت النون قبل الباء ولم يمكن إدغامهما في الباء لبعد ما بين مخرجيهما وبعد إظهارها لما بينهما من الشبه ولما بين النون وأخت الباء من الشبه وهي الميم، أبدلت منها حرفا مؤاخيا لها في الغنة ومؤاخيا للياء في المخرج وهو الميم. ألا ترى أنهم لم يدغموا الميم في الباء مع قرب المخرجين والمشاركة في الجهر نحو قوله تعالى وهم بربهم؟ وقال سيبويه في تعليل امتناع إدغام الميم في الباء، قال لأنهم يغلبون النون ميما في قولهم العنبر ومن بذلك. فلما وقع قبل الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه وجعلوه بمنزلة النون إذا كان حرفيهن، قال ولم يجعلوا النون باء لبعدها من مخرج الباء ولأنها ليست فيها غنة، قال ولكنهم أبدلوا مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم. ده حكم الإقلاب، وهو ما يؤكد أن الغنة صفة ملازمة. فين؟ هنا الإقلاب إنما يحدث إذا أتبعت النون الساكنة أو التنوين بالباء مع النون الساكنة، يقع في كلمة أو كلمتين، لكن مع التنوين في كلمتين قولا واحدا. لكن هنا ماذا يقول؟ قال إنما هو بدل لا إدغام. يعني لو أنت شفت إنما هو بدل أو إقلاب، يعني إيه بدل لا إدغام؟ لما تيجي تقول من بعد، صحيح كده؟ من بعد إيه البدل؟ قال لك إن هو أبدل النون باء وبقيت الغنة من النون. ليه؟ لأنه هو ما ينفعش يكون إدغام. ليه؟ لأنه لو إدغام هيقول إيه؟ من بعد، صح كده؟ من بعد لو إدغام. ما ليه اللي حصل؟ إن هو حينما قلب النون باء قلب النون إيه؟ ميما، ثم فصل هنا إيه؟ ميم وأبقى الغنة بقى البقية هنا، غنة إيه؟ هل هي غنة النون المبدلة ولا غنة الميم اللي جت جديدة؟ غنة الفاء. هتفرق إيه؟ واخدة بالميم كمان. نعم؟ طب هو ايه اللي خلاه يقول ان هنا النون تقرب الى مين؟
كانت قريبة في المخرج. من مين؟ الميم مع الباء، صح كده؟ لقرب مخرجي الميم من الايه؟ من الباء، الاثنين من الشفتين. هو ليه اختار الميم بالذات؟ عشان من الشفتين زي الايه؟ زي الباء. لقرب مخرجي الميم من الايه؟ من الباء. ده علة الابداع، ده علة الايه؟ الابداع. فالصورة أصبحت ايه دلوقتي؟ بقى عندي ميم واتباع ايه؟ بباء. علشان كده كثير من العلماء قال طريقة أداء الإخفاء الشفهي ومع الميم، الميم بعدها باء، مثل طريقة الإقلال. لا أنا بتكلم دلوقتي، لو أنا عندي مثلا والذين هم براء بعدها باء وما هم بمؤمنين، صح كده؟ دي صورة مختلفة، دي ميم ساكنة وراها باء اللي لها حكم اسمه حكم ايه؟ الإخفاء الشفوي. كم معنى؟ لا دي حاجة تانية. اللي هي حكم إخفاء شفوي. ماشي كده؟ قالوا ايه؟ استنادا إلى حقيقة الإقلال والإبدال اللي حصل، إن أنا عملت ايه؟ أنا قلبت النون لميم. صح كده؟ ثم صار عندي ميم ساكنة بعدها ايه؟ باء. يبقى الاداء هنا ان انا عملت ايه؟ ابداء اخفاء، اخفاء ايه؟ شفوي. فقال لك الطريقه الادائيه واحده، يعني ما اقول من بعد زي وما هم بمؤمنين. في بقى ناس بتتفلسف او يقول لك لا دي غير ده، وده تخليها ضيقه شويه وده تخليها واسعه شويه. لا هي منطقيا بالورقه والقلم، اهو بالورقه والقلم، ها، ان الاداء في الاخفاء الشفوي زي الاداء فين؟ في الاقلام، لان دي ميم ساكنه، ها، اصلا في الاخفاء بعدها باء، ودي اصلا قلبت النون الى ميم فين؟ فصارت الصوره واحده، فلما يختلف الاداء. هو دي الهوا ده لا لا ما ينفعش، ما ينفعش. شوف أمبورك، أمبورك. ولذلك هنا يقول ايه؟ قال وإنما هو بدل لا إدغام فيه، تمام؟ لكن الغنة التي كانت في النون باقية، لأن الحرف الذي أبدلت من النون حرف فيه غنة أيضا، حرف فيه غنة ايه؟ وهو الميم الساكنة، فلا بد من إظهار الغنة في البدل كما كانت في المبدل منه. وهذا البدل إجماع من القراء، اسمعوا من ايه؟ من القراء. وعلة بدل النون الساكنة ميما إذا لقيتها باء أن الميم مؤاخية بالإيه؟ احنا قلنا علة قرب الإيه؟ المخرج. لا وشوف شوف لازم ده يطلع من هنا، قصدي ما بيضم بعد، شوف ليه ضم الشفتين؟ ليه ما بيضمهاش ضم كامل؟ ممكن اشوف ده هي الفكره، عشان تفرق بين الاضغام والاخفاء، هي الحكم هنا في اخفاء، فالاخفاء لازم يتفرق. لو انت ضميت، لو انت ضميت ضما كاملا بقى اضغام، بقى لا بقى اضغام زي اركن معنى، اركن معنى بقى اضغام، قصدي على الميم. الميم؟ الميم هي ايه؟ ان اصل الميم بتخرج من بين الشفتين، فطبيعي يبقى فيه هنا ايه؟ في ضم للشفتين مع فرجه بسيطه جدا. ايه الفرجه دي؟ ايه حكمتها الفرجه؟ عشان تخرج، عشان نفرق بين الاخفاء والادغام، وتفرق بين الاخفاء والادغام او الاقلام والادغام. ممكن مثال على كل انت لو قلت دلوقتي من بع ده بقى ايه؟ ادغام. مم شوف لانك انت، انما لازم ايه؟ مم شوف مم المتنفس كله منين؟ جاي من هنا، من الانف، قلنا هي اللي بتتنفس بس. ده ادغام وده اقلام. في فرجه يبقى في اقلام، مفيش فرجه يبقى في ايه؟ ده ايه ادغام؟ مثال واحد من بعد، من بعد شوف مم لا مم شوف مم بعد
ده الاداء الصحيح. ده الاداء الصحيح. لكن لو انا بقى جيت قلت مم بعد ده ادغام. ده غلط. ده بيجمع القراء. قال السادس ان النون الساكنه والتنوين يحفيان عند باقي الحروف التي لم يتقدم لها ذكر، نحو من شاء، من كان، من جاء، من قبل وشبهه، ولا تشديد في الاخفاء لان الحرف ايضا يخفى بنفسه لا في غيره. والادغام انما هو ان تدغم الحرف في غيره، فلذلك يقع فيه التشديد. والغنة ظاهرة مع الإخفاء كما كانت مع الإظهار، لأنه كالإظهار فالغنة التي في الحرف الخفي هي النون الخفية، وذلك أن النون الساكنة مخرجها من حرف اللسان، من طرف اللسان وأطراف الثنايا، ومعها غنة تخرج من القياشيم، فإذا خفيت لأجل ما بعدها زال مع الخفاء ما كان يخرج من طرف اللسان منها، وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرة. وعلة إخفاء النون والتنوين عند هذه الحروف أن النون الساكنة قد صار لها مخرجان، مخرج لها وهو المخرج التاسع، ومخرج لغنتها وهو المخرج السادس عشر على مذهب السيبوي، فاتسعت بذلك في المخرج بلا خلاف بخلاف سائر الحروف، فأحاطت باتساعهم بذلك في المخرج بحروف الفم، فشاركتها بالإحاطة بها فخفيت عندها، وكان ذلك أخف لأنهم لو استعملوها مظهرة لعمل اللسان من مخرجها ومن مخرج غنتها، فكان خفاؤها أيسر ليعمل اللسان مرة واحدة. ولذلك قال السيبويه في تعليل خفائها: وذلك لأنها من حروف الفم، وأصل الإدغام بحروف الفم لأنها أكثر الحروف، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم يعني من الخياشيم، كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة. يريد أنهم لو أتوا بالنون مظهرة للزمهم استعمال ألسنتهم بالنون من مخرج الساكنة ومن مخرج غنتها، فكان استعمالهم لها من مخرج غنتها أسهل مع كثرتها في الكلام، فاستعملوها خفية بنفسها ظاهرة بغنتها، وكان ذلك أخف إلا لبس فيها. فإذا قلت عنك ومنك، فمخرج هذه الغنة من الخياشيم والنون التي تخرج من طرف اللسان هي التي خفيت. فإذا قلت منه وعنهم، فمخرج هذه النون من طرف اللسان، ومعها غنة تخرج من الخياشيم لأنها غير إخفاء، إنما هي ظاهرة مع حروف الحلق. وإذا قلت من ربهم فأدغمت، صار مخرج النون من مخرج الراء، لأنك أبدلت منها راء بدلا محض عند الإدغام. وإذا قلت من يؤمن أو من يؤمن فأدغمت، فتخرج النون من مخرج الياء، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام ياء، غير أنك تبقي الغنة خارجة من الخياشيم على ما كانت قبل الإدغام. وكذلك التنوين يجري مجرى النون في كل هذه الوجوه، فتقول أخفيت النون عند السين ولا تقل في السين، وخفيت النون عند السين ولا تقل في السين، وتقول أدغمت النون في اللام ولا تقل عند اللام. فاعلم ذلك وافهمه، تعلم به معنى الإدغام ومعنى الإخفاء. فالحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ستة، يجمعها هجاء قولك يرمون، والحروف التي تظهر معها الغنة يجمعهما هجاء قولك يؤمن، على الاختلاف المذكور في الياء والنون. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يؤكد على التفريق الدقيق بين الإخفاء والإدغام. التفريق الدقيق بين الإخفاء والإدغام. وحينما
كنت أعمل في رسالة الدكتوراه وهي كانت متخصصة في مصطلحات علم القراءات، وجدت أن كثيرا من العلماء المتقدمين يطلقون على الإخفاء إدغاما ونظام إخفاء المتقدمين. ليه؟ كما كانوا يطلقون على الإبالة الكسر والإضجاع والبطع، كان في نوع من تعدد المصطلحات التي تعبر عن شيء واحد أو شيئين. طب هل في وجه بين الإخفاء والإدغام من حيث اللغة؟ نعم، من حيث اللغة في تداخل في المعنى، فالإدغام هو إخفاء حرف في حرف، صحيح كده؟ لا، ده الاصطلاح، أنا بتكلم عن إيه؟ اللغة كلغة، والإخفاء هو إخفاء الشكل، فكأن الإخفاء هو نتيجة للإدغام. لما أجي أتكلم عن التراتبية الإيه؟ اللغوية، فالإخفاء هو نتيجة عن الإيه؟ عن الإدغام. لكن لما ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي سنجد أن هناك فرقا واضحا أداء وإيه؟ واصطلاح بين الإخفاء والإيه؟ والإدغام. الشيخ رحمه الله أتى بعبارة قال تقول أدغمت السين عند النون الساكنة ولا تكن في النون الساكنة، يبقى الإدغام أخفيت. تقول أخفيت السين عند النون الساكنة. طب إذا قلت أخفيت السين في النون الساكنة يبقى ده تعبير اسمه تعبير إيه؟ إدغام. لكن لما تقول أخفيت السين عند النون يبقى ده إيه؟ إخفاء. كويس؟ يبقى عبارة أخفيت السين في النون عبارة إيه؟ خطأ. عبارة إيه؟ خطأ، لأن فيه مرتبطة بالإيه؟ بالإدغام، عند مرتبطة بالإيه؟ بالإخفاء. وصلت؟ طب إيه الفرق بين عند وفيه؟ تعال هنجيب مثال اهو. فمن شاء منكم أن يستقيم. فمن شاء، إيه اللي حصل؟ ما حصلش. اللي حصل ان انا اخفيت مخرج النون وابقيت غنتها، خدت بالك، لوقوع الشين ايه بعدها، لوقوع الشين ايه. لكن لما اجي اقول في قول الله عز وجل مما، ده ما اخفيتش، ده انا قلبت النون مين وبعدين ادخلت المين في الايه؟ في المين. طب لما اجي تاني ومن يفعل، صح كده؟ ايه اللي حصل؟ ده اسمه ايه؟ ادغام، صح؟ ايه اللي حصل؟ ان انا النون ادخلتها، قلبتها ياء، النون قلبتها ياء وابقيت غنتها وادخلت الياء في الايه؟ في الياء، يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام. لكن ينفع ان انا اقول فمن شاء، ينفع ان انا اقول هنا الاداء بيقول لي ان انا قلبت النون شين ثم ادغمت الشين في الشين وابقيت غنة النون؟ ما ينفعش. يبقى لما اقول عند يبقى ده اسمه ايه؟ اخفاء. ولما اقول في يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام. يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام. لا لا لا، بتكلم اصطلاح، اصطلاح مش اللغه. اصطلاح ازاي؟ تقول اخفيت السين عند النون، وتقول ادغمت النون عند الميم، او ادغمت النون في الميم اصلا، الميم في ايه؟ النون في الميم، وهكذا. هذا هو الفرق الدقيق بين الإدغام، سواء كان، وخاصة الإدغام الناقص على فكرة، دائما اللمس يكون بين الإدغام الناقص والإخفاء الإيه؟ الحقيقي، والإخفاء الإيه؟ الحقيقي. وهنا نجد أن الشيخ رحمه الله
يحلل معنى الإخفاء. وهو في الأول قال ومن جاء ومن قبل. أريد هنا أن أقول إن الإخفاء الحقيقي لا بد من المحافظة فيه على تفخيم ما حقه التفخيم وترقيق ما حقه الترقيق. ففي عندي حتى كمان قالوا في غنة مرققة وغنة إيه؟ مفخمة. الغنة المرققة تكون عند الحروف المرققة قولا واحدا. ولذلك ما ينفعش من قبل. لازم اقول ايه؟ من قبل. طب هي جت مفخمة ليه؟ لان القاف مفخمة. القاف ايه؟ مفخمة. وهذا فرق ايضا لا يلتفت اليه كثير من الناس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى الملتقى على خير وفي خير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.